ينضم الينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش. يعني ياسر، دعنا نخوض في هذه النقطة. يعني الرئيس التونسي خلال استقباله عبر عن رفضه استقبال بقصر قرطاج عددا من أساتذة القانون الدستوري، عبر عن أنه سيقوم بمحاربة ما وصفهم بالمافيا التي تحكم تونس. ما المقصود؟ من المقصود هنا؟ نعم، ربما الرئيس التونسي قيس سعيد يقصد بعض الساسة الذين تغلغلوا في مفاصل اقتصاد الدولة التونسية، ويقصد أيضا عددا من نواب البرلمان المعلقة أعماله في صفقات مشبوهة. قال بأن بعض الفصول التي كان يتم تمريرها كان قد يدفع مقابلها النقود، وهو بدا الرئيس التونسي قيس سعيد غاضبا هذه المرة أكثر من المرات الماضية. قال بأنه لا حوار مع الخونة والعملاء على حد وصفه وتعبيره، وكذلك اللصوص، في إشارة إلى المجلس النيابي المعلقة أعماله. إذن هناك غضب من مؤسسة الرئاسة التونسية. أيضا هذا كان في إطار آخر نحو الضغط باتجاه تشكيل حكومة، وقال بأن الأهم من تشكيل الحكومة الآن هو وضع سياسات وتصور للسياسات التي ستنتهجها والمشاكل التي ستقوم. يعني ياسر، ربما هذا يقودنا إلى النقطة الثانية منها هنا، بتعبير أحزاب تونسية عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في تونس، هل من ردود فعل من قبل الرئاسة التونسية؟ نعم، هذه الأحزاب ومن ضمنها الجمهوري وأمل وأفاق تونس وغيرها، وتقدر بخمسة أحزاب سياسية تونسية، اجتمعت ظهر أمس. الرد جاء من الرئيس التونسي قيس سعيد مساء، ولكن بطريقة غير مباشرة. هو يرفض الحوار بطريقة أو بأخرى، وبحسب المراقبين والمتابعين الحوار مرفوض، لا سيما مع حركة النهضة ومن تحالف مع حركة النهضة، وهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن إنهاك الوضع الاقتصادي وكذلك الاجتماعي والمعيشي، فضلا عن تفاقم الأزمة السياسية طبعا ما قبل 25 يوليو الماضي، ناهيك أيضا عن الوضع الوبائي في البلاد الذي ازداد خطورة في ظل المناكفات السياسية وعدم التفات حكومة هشام المشيشي السابقة لهذه الهموم، هموم التونسيين في الشارع. يبدو بأن الرئيس قيس سعيد بمعنى أو بآخر سيبقى إنجاز التعبير صامدا أمام تلك الضغوط، لكن صلاح هناك يعني سيناريوهات وفق عدد من المتابعين يجب ربما التوقف عندها. نعم. السيناريو الأول، إما أن يتجه الرئيس قيس سعيد بعد أحاديثه أمس بأن الحكومة ليس من الضروري تشكيلها، ولكن الأهم والضروري أن يتم وضع تصور، أن يتوجه الرئيس قيس سعيد إلى استفتاء شعبي حول تعديل النظام السياسي، وإما أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن، بمعنى آخر بأن من يقود أو يسير الوزارات يبقى على رأس تلك الوزارات في مرحلة حالية وآنية، إلى أن يتم يعني تشكيل فريق لدى الرئيس التونسي الثقة الكاملة فيه. هو قال أيضا في هذا الصدد بأن هناك من وصفهم ببعض المنافقين الذين كانوا يهاتفونه على مدار ساعات طمعا في المناصب، وبعد ذلك هو اكتشف أمرهم، بمعنى بأن هناك تعقيد الآن في مسار ربما الإعلان عن تشكيلة الحكومة كان هناك متوقع خلال الأيام القليلة الماضية، لكن بحسب المتابعين يبدو بأن تشكيل أو الإعلان عن ولادة حكومة جديدة قد يكون الأسبوع المقبل أو خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل العثرات الموجودة في طريق الرئيس قيس سعيد، حيث يسعى لأن تكون هناك حكومة نظيفة الأيادي إنجاز التعبير، تعمل على مجابهة التحديات، لا تكون لديها أجندة سياسية أو لا تخضع للمنظومة الحكم السابقة. وبالمناسبة اتصلنا بعدد من المتابعين والمراقبين وقالوا بأن الرئيس قيس سعيد ربما على الأغلب يقصد بالخونة والعملاء منظومة الحكم السابقة. ياسر دبابش مراسل الغد، كنت معنا من تونس، شكرا لك.